السلام عليكم حبيباتي، لاباس عليكم؟ اماركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نشارك معاكم فيديو جديد كما كتشوفوا. رحنا مسكين وشادين طريق من بركان السعيديه ان شاء الله، ولكن اليوم كما كتشوفوا نهار مغاير. ما غاديش نشوف الطوموبيل، غادي نجربوا الرحله في الطوبيس ان شاء الله. غادي نشارك معاكم الرحله ديالي اللي غدوز، ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. نتمنىكم لي بارطاج، لي جيم، لي لايك، وشكرا لكم بزاف. كما كتشوفوا هنا هاد الطوبيس غادي نركبوا فيه ان شاء الله. تيقطعوا التيكي في داك الشباك من داك الشريجمات، كاين تما فين تيقطعوا التيكي. التيكي من بركان للسعيديه دايرين له 10 دراهم ان شاء الله. هذا لوطيل ديال الصديقه ديالي اللي كنقدم لها تحيه من هذا الفيديو هذا، وكنقول لها توحشناك بزاف 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 بزاف، خليتي بلاصتك. تحيه الاخت حليمه بزاف، نتمنى تشوف هذا الفيديو هذا، والتحيه ديال الحب والتقدير والاحترام والاخوه. غادي نكمل معكم الطريق ان شاء الله هنا حتى ينزلنا الطوبيس، وغادي نمشيو على البحر على رجلينا. يعني الطوبيس كيحطك وعاد كتكملي واحد المسافه على رجليك. غادي نشارك معكم لحظه بلحظه. كما كتشوفوا هنا وصلنا للبحر. غادي نشارك معكم الجو كي داير. الجو بزاف، البحر عامر. اريدك اريدك شحال عامر بزاف، عامر بزاف فوق هنا ياك. هاد الحراره كيصلح غير البحر الصراحه باش كيتبرد الواحد هنا. يمكن البحر طافي ندخلو غير هنا في السما. الا طولنا الطريق علينا صعيب على الجسم. ايوا ها حنا وصلنا. غادي نمشيو لشي بلايص ديالنا فين نجلسو. وهاد حدا الرايه ديال المغرب فين الجوكر.
الملك مالك مالك ها هو جايبنا ها هو جايبنا هاد الجوكر نيت ياك هادي نيت يا واحنا غادي ندوزو نتغدا هيشارك معاكم بغداتنا كلها لي فار ياسين بيت الكاسو اه